رؤية النعم عشان أحمد الله عز وجل. وهنا اسمحوا لي بقى أكلم الشباب في عجالة كده، مش هطول عليكم. موضوع الجيل، الجيل الورق، الجيل اللي بيبقى عايز مرفه في زمن المئة سنة اللي فاتت، زمن الوفرة قلتها، الزمن اللي جاي دخشة وشنو، فإن النعمة لا تدوم. الناس زمان كانت ممكن تقعد تذاكر على عمود نور، النور اللي تحت العمود ده يقعدوا يذاكروا فيه. الناس زمان ممكن كان يقعد يمشي ويقعد يجيب الورق والحبر يعمل ايده، علشان دلوقتي بتكت موبايل وتكت لاب وتكت مش عارفة ايه، الحاجة قدامك جاية، الحاجات بي دي اف عندك، الدنيا بصوا نعم انتوا مش حسوها، جيلنا احنا اللي يحسها. يعني احنا الموبايل دخل عندنا مثلا 2000، يعني 2000 ده انا كنت متجوزة مثلا بقالي سنتين او ثلاثة، يعني كان عندي كم 22 سنة، 22 سنة عشتهم قبل مرحلة الموبايل، انك تروح وتستنى وتقف وكلم فلان والمعاد، ما فيش بقى تقول لك ايه ده، عيل يقول ايه ده، طب اتاخر، طب ما ترنوش عليه، طب هتعرفوا ازاي، هم مش قادرين يتخيلوا ان في عالم قبل الموبايل اسمه كان احنا بنعرف نتصرف من غيره. طيب الامتنان يا جماعه، ودي وصيه لكل اب وكل ام وكل شاب وكل بنت تسمعني، وكل زوجه وكل زوج، يا جماعه نمتن النعم الله عز وجل علينا. الميه اللي موجود ادي احنا شفنا اهو، شفنا ان اخواننا اخواتنا والناسنا في فلسطين وفي غزه، وشوفوا عايشين ازاي، وشوفوا الدنيا قلبت عليهم ايه، وهم ازاي بيتاقلموا وبيخترعوا وبيبدعوا كده. العالم دي في كوكب موازي، العالم دي في عالم تانية حقيقي، كوكب موازي على الارض. علشان كده انا بقول مجرد ان احنا نشوف النعم ونمتن ليها، لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب، يا رب يا يا رب والله لك الحمد على نعمة الاسلام، على القرآن، على المية، على اي شيء، تحمد ربنا سبحانه وتعالى، يباركه الله عز وجل، يزيد رب، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وانا مصدقه كلام ربنا، احنا المفروض يكون عندنا صدق في موعد الله وصدق للايات. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، وانا بقول من فضلكم من فضلكم من فضلكم نسعى ان احنا ولو هات كل يوم 5، والله كتير يعني، انه 5 ده عيب والله، هات 10، هات 20. يعني في مره عملنا مسابقه وزي ما قلت لكم كده، بس يا مريم عملنا مسابقه كده وقلت لكم مره تعالوا نجيب النعم، والله ست كبيره وامي كتبت لي 300 نعمه، 300 نعمه. احنا فين بقى من نعم ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا فين من احساسنا بالنعم ونقولها لاولادنا ونحمد، احمد ربنا على النعم في اليوم متعدد. سن 5 سنين، ايه النعمه النهارده؟ ماما جابت لي شوكولاته، دي نعمه الحمد لله. ايه نمت في حضن ابي وقال لي قصه، ايه دعينا كل ما انا بقول النعم الله سبحانه وتعالى يجزيني عليها. الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعنا واياكم.